طبعا يا دعاء اليوم جايبنك مكان استرجع فيه ايام الطفوله الجميله بحكم ما شاء الله عليك عندك حب كبير في عالم الرسوم المتحركه وعالم الانيميشن يا دعاء. انا الصراحه بعدني طفله وبعدني كل ما بشوف اي كرتون كنت احضره وانا طفله برجع لهداك العمر، والصراحه بدي اتشكرك انك اليوم جبتني على عالم ورنر برادر بابو ظبي لحتى ارجع اعيش طفولتي. شو كانت احلى شخصيه عند دعاء؟ باتمان، سوبرمان؟ كنت الصراحه احب فلينستون المفضل توم اند جيري، كان كثير هيك يعطيني تخيل فيزيائي انه هذا رح يوقع هون، كنت كثير احبه صراحة. توم اند جيري من الرسوم المتحركه الجميله، ما في صوت، من التعابير، من الحركه، من الانيميشن تقدرين تضحكين والصوره توصل عندك. طبعا يا دعاء اليوم انا جايبك لهذا المكان عسبت تشوفين هذه الشخصيات بعيونك. ليتس جو، يلا بسم الله. عليكم. بدنا تكتين. عاد دعاء متحمسة من الحين، تركض تركض تبى تدخل. الله يعطيك العافية. التذاكر بكم عندكم؟ 3.35. شوف يقولك الصغار والكبار يقدرون يشاركون، وأيضا في عروض تصير كل ساعات. تعرفين أيضا يا دعاء تقدرين تأخذين صور تذكارية مع هذيل الشخصيات الكرتونية، تصورين معاهم وتشوفين الأهالي يتصورون. طبعا أنا كثير متحمسة، خلينا نبطل حكي ونروح نلعب. كفكتين؟ تفضلي تتكتج. شكرا. بسم الله. يلا. طبعا يا دعاء نحن الحين في حلقة الوصل في عالم ورنر براذر أبو ظبي في البلازا، في هذا المكان اللي تستوي فيه فعاليات، احتفالات، مرات يبون مغنيين. أنا كثير بحب إنه عالم ورنر براذر كيف مقسم لمثل فئات معينة، في عنا المتروبوليس، في عنا كارتون جنكشن، بيدروك وغوثام سيتي، وكمان في عنا داينامايت جلتش. شوفي ستة أقسام وهذا هو القسم رقم ستة اللي يشبك فيما بينهم كلهم. صغار، الكبار، تبين تتشرين، تبين تاكلين، تبين تحلين، تبين تشربين كوفي، كل شيء موجود. تعال اسوي لك امتحان، شو رايك؟ تفضلي. اذا سالتك عن شخصيه وانت تقول لي بتندرج تحت اي قسم، شو رايك؟ بسم الله. طيب اذا سالناك عن تاز المشاكس. تاز المشاكس داينامايت، كارتون جنكشن، قرب. طيب باتمان بيطبع على اي منطقه؟ غوثام سيتي، وهذا المكان الاول اللي انا بروح له. يلا انا كثير متحمسه. بسم الله. قولي لي يا دعاء شو رايك في مدينه غوثام وفي عالم باتمان؟ الصراحه كثير الموضوع عم بيحاكي الفيلم، يعني انا حاسه حالي بقلب فيلم باتمان، وبنفس الوقت يعني الجوكر يعني مخوف بعده الصراحه. خلينا نلعب هيك لعبه خفيفه لطيفه. تحدي؟ تحدي؟ اقول لك انا بفوز عليك؟ والله ممكن تفوزين علي، انا بتحداك لعبه تعتمد على دقه وتركيز، رماية ولا كرة سلة ولا شيء. خلينا نشوف ممكن نفوز شيء، نربح من خلاله دبدوب. بس برضو إذا ربحت الدبدوب أنا رح أخذه. أوكي؟ يمكن ما أربح. اتفقنا من يلا. بسم الله. Let's go. صراحة علي شعور جميل اني اخسر وبرضه اخذ الهدايا. بالعافيه عليك الهدايا بدايه، وهارد لك، وكان عندك صراحه روح التحدي، وكانت النتيجه اللي بيني وبينك جدا صغيره. قريبه، اسمع حاحكي لك شغله الصراحه يا علي، انا من بعد الخساره جعت. والله يا عيل ما ردك، تعرفين المكان اللي بنروح ناكل فيه مكان جدا مميز، واكله جدا طيب، وشخصيات اللي تشوفينها هناك جدا جميله. طيب هلا بما انه احنا رايحين نقعد وناكل، صراحه أنا رح أهديك هدول الدبدوبين اللي أنت أعطيتني إياهم، بس رح يكونوا لبنتك لطيفة، سلم لي عليها كثير وأعطيها هدول. الله يجزيك الخير، وبقول أن من خالتها دعاء
اللي جابت لها هذيل الدبدوبين. الله يعطيك العافيه. تعرفين يا دعاء دائما الهديه ليست بالقيمه ابدا، وانما بالشيء نفسه وبالمعنى او بانك تتذكرين الشخص. تماما. احيانا بتحس انه يعني جمال الهديه بانه الشخص الفلاني افتقدك، اتذكرك بشغله مو بقيمتها الماديه. احيانا بتكون في هديه فعلا قيمتها الماديه كبيره، بس هي معنويه اكبر. او احيانا بتجيك هديه من شخص مثلا قيمتها الماديه كبيره، لكن هو متعني فيها، مش طالعه من طيب خاطره. هذه الهديه اللي ما بحب انا احصل عليها، لكن الهديه اللي عن جد بحبها اللي هيك بتجيني فجاه غير متوقعه وبسيطه جدا ورمزيه. شوفي يا دعاء، مش انت بس تحبين هذا النوع من الهدايا، كلنا نحب هذا النوع من الهدايا اللي تيجي فجاه بدون ما تكونين حاسبه الا قدامنا المطعم. يا دعاء يلا نروح الحين وناكل. باد جيرل باد جيرل. هاي اي لايك يور هير. ثانك يو. يلا 1 2 3 جو. تمثال الحريه صار الدعاء، يلا كملوا. صدقيني يا دعاء، في هذه الصورة التذكارية الجميلة ذكرتيني بالتجربة الجميلة اللي أنا أخذتها. طبعاً هي طارت وتطير مع وشاحها، بس أنا أطير بدون وشاح وبدون أي شيء. مرحبا زايد، وينك يا اخوي؟ تاخرت. هي انا موجود صوب كلايم. ايوه شفتك شفتك. هلا. مرحبا مرحبا. مرحبا زايد. الاخبار؟ عساك طيب يا اخوي؟ وين زمان عنك. موجود. شو امورك؟ عساك بخير. الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ والله تمام. شوف، بما ان احنا من زمان ما تشوفنا، فابا اسالك سؤال. اسال. لك في الرياضات الجويه؟ شوي. لك في المرتفعات؟ تعرف عنها التوازن والامور هذه ولا سمعت عنها بس؟ بس سمعت ما جربت. لا. ايوه معناته انت اليوم في المكان الصح، وانا ابك الكلايم ابو ظبي عسى تجرب كل هذه الاشياء. بسم الله. شو رايك؟ شو رايك انت؟ وين يا ابني؟ ايوه هذا هو الكلايم اللي يطول لي بعمرك. اي شخص حاب يمارس رياضه السكاي دايفنج يجي لهذا الشيء قبل ما يروح. سويت سكاي دايفنج؟ لا. شوف، انت لما بتطير من السماء اكيد بيكون عندك فوبيا وبيكون عندك خوف من المرتفعات، والتوازن ممكن ما يكون صحيح. فالكلايم مسوين هذه التجربه داخل المول، تقدر تتحكم تتوازن مع المرتفعات. بس انت قاعد تشوف في خوف حماس. الله يستر. بس شوف طولي بعمرك عشان انا اهديك اكثر واطمنك. نحن بيلبسونا لبس مجهز باحكام من خوذه من الجاكيت. حلو. فانت لما بتبدا هناك بتكون لابس اللبس الكامل والتام، فما بيستوي لك ولا شيء. انت خلاص ريحتني. زين الحين نروح نسلم التذكره، نعبي بياناتنا ونلبس اللبس. تمام. يلا يلا. بعد ما لبست اللبس الكامل والتام، ما بسألك خايف ولا راح الخوف؟ لا وين نص نص. عشان نشيل النص والنص ونخلي زايد واثق من نفسه 100%. الحين ان شاء الله راح نروح عند الكابتن وراح يعطينا السيفتي بريف، كل الامور الوضعيه الصحيحه وكيف نقدر نطير وشو المخاطر من والى اخره. راح تعرف كل هذه الامور ان شاء الله الحين من خلالهم في هذا البريف. نروح. بسم الله.
زيود يا زيود، قل لي كيف كان شعورك؟ صراحة علي أشكرك والله، جبتني لهذا المكان وشلت الخوف مني، المرة الجاية أنا اللي بوديك معي بإذن الله الواحد الأحد، بس أكيد طلعة هوائية تكون. أكيد هاي المرة من الأرض للسماء، المرة الجاية شو؟ للسماء للأرض. يا سلام عليك عيل، ضروري نسوي سكاي دايف مع بعض. صراحة كنت عم بتسائل يا علي كيف ممكن علي يطير بدون وشاح، بدون أجنحة، بدون طيارة، بدون أي شيء يساعده. هلأ فهمت السر. كيف كانت التجربة؟ والله تجربة يا دعاء كانت جداً جميلة. أنت جربتي السكاي دايف صح؟ لا. قبل ما تجربين السكاي دايف لازم تين لأكبر نفق هوائي في الشرق الأوسط اللي موجود في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. طولي بعمرك وأنت في الأرض تطيرين في السماء. طبعاً النظام كيف؟ هو يدفعك من تحت وهو يسحبك من فوق، فالموضوع فيه توازن وحركة وتصعدين فوق وتنزلين تحت، وكان معي زايد كان يعني شوية متخوف وكان متردد. كيف اللاندنج كان عم بتسائل؟ كان عندنا مدرب مختص، كان مع كل شخص فينا مدرب، ففي اللاندنج هو كان معنا. أنا مش محترف في هذه الرياضة أو مش محترف بالطيران، فلازم مع فترات لين ما تتعودين عقب تكونين برو. عم تشم الريحة يا علي. والله شكل الأكل لذيذ، العافية عليك. صراحة أول مرة أكل تاكوز هالقد طيبين. أنا بعرف التاكوز دائما بتنعم من طريقة مختلفة، بس هاي الطريقة لازم أتعلمها. عيل الوجبة الرئيسية اللي هي اللتش جدا جميلة. هاي. Thank you. Oh my god. It looks yummy. يعطيك العافية. Thank you very much. تحب السمك علي؟ أنا من محبي السمك وبالتحديد السمك. Thank you very much. وأنا من محبين اللحوم الصراحة. أنت بشكل عام بتحب الحلو ولا المالح؟ والله يا دعاء يعتمد على الأكلة ويعتمد على المناسبة نفسها. شيء حلو إنك تنوعين بين الحلو والمالح. 50-50 هذا بالنسبة لعلي. أنا بحب كل شيء بس صراحة قلبي بيروح للمالح أكثر. الأكل كتير طيب، قادرة أشوف قديه هو المكان يعني معتنين بأدق التفاصيل. الأكل طيب، الألعاب جميلة، المغامرة حلوة، مكان تجتمع فيه الأهل والأصدقاء والأطفال يعني، وبتعمل شوبينج. فتخيل كمية الأشياء اللي ممكن تعملها بمكان واحد، فوق هيك ترجع لعمر 7 سنوات ويمكن أقل حتى. والمفاجأة وصلت يا دعاء. دافي دوك. السلام عليكم. هاي فايف هاي فايف. How are you? You're good? هذه من الرسوم المتحركة الجميلة اللي كنت أحب أتابعها وأنا صغير. الصراحة مو قادرة أفهم شو عم يحكي، بس كمان لازم ناخذ أنا وياك ودافيدك سيلفي. نوثق هذه اللحظة. لازم. يلا دافيدك. دافيدك سي تشيز. يلا. صراحة دافي داك دمه خفيف بشكل مش طبيعي. والله فعلا الانتراكشن اللي كان بينه وبينه كان جدا جميل. يقولك كل شخصية كرتونية لها صفات وسمات. تعرفين شو؟ المرة الجاية لازم أجيب بنتي لطيفة وخليها تستمتع في ورنر براذر أبوظبي وتشوف الأقسام الجميلة اللي موجودة وتلعب ألعاب الأطفال. أجمل ما بالمكان يا علي إنه الأطفال سواء كانوا صغار كبار برضو رح يستمتعوا. شوف نحن بالعشرينات وبعدنا عم نستمتع بورنر براذر. أحلى شيء بالموضوع إنه أنا فعلاً يا علي سبقتك وجبت أولاد صديقتي وجيت على عالم ورنر براذر بأبو ظبي واستمتعت أنا وياهم وخضنا تجربة ولا في الخيال. اليوم رح نشوف شخصيات كتير حلوة، رح نلعب ألعاب كتير حلوة، وكمان رح ناكل أشياء طيبة. مين دي خاف من الألعاب السريعة؟ ما تخاف؟ أنا بحب، بالعكس بحب. أنا بالعكس بحب الألعاب السريعة. ندخل هون؟ أوكي يلا تعالوا.
شوفوا الاشياء قديش حلوه المحلات. انا بدي ادخل. شايف الالعاب منير؟ اه ما شاء الله. تعرف هذا شو اسمه؟ لا لا. سيلفستر وتويتي. قد ايه عمرك منير؟ 10. وانت يا امل؟ 9. اي صف؟ انا الصف الرابع. مين اشطر بالمدرسه؟ انا. مين اشطر بسمع الكلام اكثر؟ انا. اوكي يلا رح نشوف. شوفوا المكان قديش حلو. ياي تحس حالك جوا الكرتون صح؟ متحمسين؟ احنا وصلنا على الرايد. اه متحمسين. كم تدخلوا؟ اه يلا ليتس جو. تعرفوا هذا الرسوم انا كنت احضره لما كنت صغيره، اسمه فلينستون. اوكي انا بعرفه. تعرفيه؟ اه. هذول الناس كانوا عايشين بالعصر الحجري، كل اشيائهم مصنوعه من حجر. من حجر. اه ايوه. شوك، معالق، وصحون. صحون. سريرهم من حجر. من حجر. اه هلا. بعد ما لعبنا وتعبنا صار لازمنا ايس كريم صح؟ صح. ايس كريم ايش بدك؟ انا لوتس مع الكوفي والشوكليت. خلينا نشوف اذا في. انت شو الايس كريم اللي بدك اياه؟ انا لوتس مع شوكليت. لوتس مع شوكليت. شوكليت. خلينا نشوف. انا بدي ايس كريم فراوله او فانيلا. خلينا نشوف. Thank you very much. Thank you. صدقين أعطاني الشخصية اللي أنا أحبها سوبرمان. وأنا بحب باكس باني كثير 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 كثير. حابة أنا المكان علي، ورجعت يمكن 20 سنة لورا، رجعني هذا المكان لأيام ما كنت طفلة. ما حسيت بهذا الشعور؟ والله فعلا حسيت بهذا الشعور لما كنت أتمشى معك في هذه الأقسام الجميلة. والشيء الآخر أني الحين تأكدت 1,000,000% أني بجيب لطيفة إن شاء الله لهذا المكان، لأني شفت تجربتك التفاعلية مع ألعاب الأطفال وكيف عيال ربيعتك لعبوا واستانسوا، فلازم أجيبها وخليها تستانس وتعيش التجربة التفاعلية مع الأطفال. أجمل ما بالمكان إنه مش بس الأطفال بيستمتعوا فيه علي، نحن قبل الأطفال عم نستمتع. يمكن إنك تهرب من زحام الحياة والشغل والتعب والزحمة اللي بنعيشها بيومنا ونرجع أطفال لكم من ساعة، هذه بحد ذاتها كم تسوى. عاصمتنا الحبيبة أبوظبي فعلاً سوت شيء جداً جميل ويابت مكان سياحي يجذب العالم كله. يعني مش بس بنشوف الأفلام الكرتونية على التلفزيون، بل أيضاً نقدر نشوفهم على أرض الواقع، نشوف العروض اللي يقدمونها ونقدر نأخذ صور معاهم، وأكيد عيالنا يشوفونهم قدامهم غير لما بس ما يشوفونهم على الشاشة. مزبوط. يمكن في بعض الأطفال طول عمرهم بيشوفوا هاي الشخصيات على الشاشة، ما تخيلوا ولا مرة أنهم فعلاً فيهم يقابلوا هاي الشخصيات على أرض الواقع. وبعالم ورنر براذر شفنا مثل ما شفنا دافي دك كثير، في كانت شخصيات موجودة تكون قريبة من الأطفال
وتحببهم بهذه الشخصيات أكثر من هيك. صراحة يا علي أنا كتير كتير استمتعت. وأنا أيضا استمتعت، وأكيد أبى المتابعين والمشاهدين إنهم يستمتعون، وأكيد أدعو كل شخص فيهم إنهم يزورون عالم ورنر برادر في أبوظبي ويعيشون هذه التجربة الجميلة والتفاعلية مع عالم الكرتون. وأكيد نقول للمتابعين والمشاهدين إنهم يتابعونا في برنامج على الطريق من الأحد للخميس الساعة 6:30 المساء، سبت يتعرفون على فقراتنا المتميزة الرياضية التراثية الثقافية والسياحية وغيرها من الفقرات. وكمان ما تنسوا تحملوا تطبيقنا ADTV لتشوفوا أي مغامرة فاتتكم أو حتى أي حلقة فاتتكم. وكمان تذكروا دائما إنكم تشاركونا تجاربكم بهاشتاج على الطريق. حياكم الله، مع السلامة.